السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نحكي عن الـ quadratic equation، أو اللي هو ببعض الدروس ممكن ببعض الكتب ممكن يتسمى equation of second degree أو second degree equation. فإذا نعمل نقول لها equation of second degree أو quadratic equation. هلا ليش quadratic؟ كلمة quad بالأساس هي كلمة يونانية بتعني سكوير، كلمة كواد بتعني سكوير، يعني من أصول الرياضيات كواد يعني سكوير، والسكوير هو السكند ديجري، فعشان هيك صار في إلى قاسم واللي هو كوادراتيك إيكويشن. طيب شو هي الكوادراتيك إيكويشن؟ أول شيء بدنا نتعرف على شكل الكوادراتيك إيكويشن. الجنرال فورملا لها هو بهذا الشكل: AX سكوير بلس BX بلس C. بما انه انا عم اقول equation، طالما عنا equation معناتها لازم يكون في equal، معناتها هون بده يكون في equal. طيب equal قد ايه؟ equal 0. يعني الquadratic equation هي الequation اللي شكلها ax square plus bx plus c. طيب ال a وال b وال c هن شو؟ هن numbers، هن ارقام. يعني ال a b and c are 3 numbers. شو ما كان نوعهم؟ real numbers، حيالله أرقام. وبعدين ممكن ناخدهم يكونوا complex number بس نوصل للترمينال، لأنه نحن هلأ عم نحكي هذا الدرس هو صف للجريد 11 للسكند سكندري. الهدف من هذا الدرس أنه نحن نقدر نعمل له solve لهيدي الإكويشن، لأنه بالفعل لما أقول أني solve، لما أطرح سؤال solve وأعطيك حيالله إكويشن، بكون هدفي من هذا السؤال هو finding the roots. يعني لما أقول لك أني solve هذه الإكواشن، يعني عم أقول لك لقي لي الروتس، شو هن الحلول؟ أو find the solution، أو find the value of x of x، على اعتبار أنه الفاريبل الموجود عندنا هون هو x. طيب لحتى ما نطول حكي، هقول أن الرول هون كيف بنعمل سولف لهيدي الإكويشن، وبناخد كذا إكزامبل عليها. بدنا نتعرف أنا وياكم هون على شيء اسمه discriminant نرمز له بالمات بالسيمبول دلتا، يعني مثل تريانجل صغير بنسميها دلتا. في هون عندنا كونديشن صغير انه ال A بدها تكون مش زيرو. هلا بنشوف لها، مش لها اشرحها لها، بعدين بنشوف لها ال A بدها تكون مش زيرو. هلا قلنا ارقام، هي يلا ارقام، بس ال A ما بدي اياها تكون صفر، اي شيء ما عدا الصفر هلا بنشوف لها. طيب هذا الدلتا الديسكريمينانت، هلا انا وياكم بعد ما بنعرف شيء عن الدرس عم نتعرف على شيء جديد اسمه دلتا، اسمه ديسكريمينانت. هذا الدلتا هو عباره عن فاليو معينه، رول معينة بتخليني أنا أقدر لاقي الروتس لهيدي الإكويشن اللي هي شكلها AX سكوير بلس BX بلس C. شو هي الدلتا؟ الدلتا في إلها رول بدي أحفظها. الدلتا بتساوي B سكوير ماينس 4AC. طيب مين هي البي؟ بي هي أح، هي الرقم اللي مضروب بالأكس. طيب مين هي الـ A؟ أح، هي الرقم المضروب بالأكس سكوير. ومين هي السي؟ هي الرقم العجانب اللي منه مضروب بشي. طيب هالدلتا شو ممكن تطلع؟ ما بالنهاية الـ A والـ B والـ C هن أرقام، يعني الدلتا حتطلع نمبر. طب هذا النمبر شو ممكن يطلع؟ هيطلع يا أما زيرو، هذا النمبر، يا أما اللي حيطلع نيجاتيف نمبر، يا أما اللي حيطلع positive number. ما في حل رابع. طالما أنا عم أقول number، فالنمبر حيكون يا أما zero يا أما negative يا أما positive. من إنه اللي رح يطلع هيك؟ الدلتا. من هي الدلتا؟ هي اللي بتساوي b square minus 4ac. بعدنا نحن عم نحكي القاعدة بشكل عام، هلا على الابليكيشن بنفهم أكثر. طيب إذا أنا حسبت الدلتا وطلعت zero، شو يعني؟ لما تطلع الدلتا zero معناتها أنا عندي one double روت. شو يعني 1 دبل روت؟ يعني هاي الايكويشن اللي انت عاطيني اياها وقايل لي انه اني حلها
عنده حل وحيد انه عم اقول اني هون 1 بس شو بو دبل؟ شو يعني دبل؟ يعني مدوبل، يعني هذا حل هو وحيد بس موجود مرتين. هلا بنشوف كيف. طيب اذا طلعت الدلتا نيجاتيف شو يعني؟ يعني هالايكويشن ما عنده ولا روت، يعني نو ريل روتس. نو ريل روتس لانه ممكن يكون في روتس بس منن ريل، بيكونوا كومبلكس بناخذهم بالتيرمينال. ما عنده روتس، او بقول امبوسيبل مثلا انه هذا الشيء مش موجود، او بقول هاز نو سوليوشن فور اكزامبل، نفس المعنى. طيب بحال طلعت بوزيتيف شو يعني؟ لما تطلع بوزيتيف بكون عندي تو ديستينكت روتس او تو ديستينكت ريل روتس. طيب عال معناتها نحن بحالتين بكون عندي سوليوشن، صرنا لما الدلتا تكون بتساوي زيرو لما الدلتا بتكون بوزيتيف، لانه لما الدلتا نيجاتيف خلص بقول له ما عنده سوليوشن وبوقف. طيب اذا كانت 0 1 دبل روت اوكي، طب شو هو هذا الروت؟ ما انت قلت لي عرفت انه عنده روت، ماشي متفقين، بس شو هو هذا الروت؟ ما انا بدي اجيبه، بدي قيمته. يعني انا اذا قلت لك اعمل لي السولف لهي مش بتقول لي هاي عندها حل وهي عندها حل، لا بدك تقول لي عندها حل وبدك تقول لي قديش بيساوي هذا الحل. فهون بتقول لنا الرول انه هذا الروت بسميه اكس 1 بيساوي x2. طب شو x1 و x2؟ ما نحن قلنا دبل روت، دبل يعني مدوبل، بس ما هو شو 1 يعني هو روت وحيد، فبكتبها بهذا الطريقة x1 equal x2، يعني هن حلين بس نفس الشيء أو حل واحد مدوبل. إلو رول شو بيساوي؟ بيساوي minus b over 2a. شو هالأشكال الموجودة قدامي؟ minus b over 2a و b square minus 4ac. هيدي كلها مطلوبة منا للحافظ. هلأ عند أول application بنفهم الفكرة أكتر. طيب بما أنه هون الدلتا نيجاتيف يعني ما في root، فما في داعي يجيب لا x1 ولا x2. بتالت حالي لما كانت الدلتا positive في عندي two distinct roots. لما أقول distinct يعني different، مختلفين، يعني هنا مش نفس الحال. هون عم قول distinct يعني هن مختلفين، بينما هون عم قول double يعني هن نفس الشيء. معناتها هون ال x1 لجيبه في إله طريقة وال x2 في إله طريقة تانية. طب ال x1 شو بيساوي؟ x1 بيساوي minus b minus radical delta over 2a، هيدا أول root. تاني root بيساوي minus b minus radical delta over 2a، هو زيته بس شو بعمل؟ بروح لعند هاي الإشارة اللي بالنص بعملها بلس. هيدي يعني هنا تقريبا شكلهم نفس الشيء، بس الفرق البسيط بيناتهم انه هيدي هون ماينس هيدي هون بلس. هذا كل شيء عن الدلتا، حتى ما نضيع وقت رح ناخذ انا وياكم اكزامبل نشوف كيف فينا نستخدم هيدي الشغلات. طيب لنعتبر قلت سولف the following equations واخذنا for example هاي الايكويشن اللي هي بهذا الشكل x square minus 4x plus 3 equal 0. بدنا نعمل solve لهيدي الايكويشن، بدي اشوف هل هي ما عندها حل ابدا، هل هي عندها 1 double root، ولا هل عندها 2 distinct roots. اول شيء بعمله لهون على حالي حط قيمة الفاريبلز قدام، يعني الـ a equal قداي هون؟ من هي الـ a؟ الـ a هي المضروب بالـ x سكوير. طب ما في شيء قدامها يعني 1. اوكي. الـ b هي المضروب بالـ x، مين المضروب بالـ x؟ 4 مع إشارتها، شو إشارتها؟ ماينس، يعني الـ b هي ماينس 4. الـ c هي الرقم اللي على جنب، يعني هو مين؟ هو 3. فإذا حطيت الفاليوز للA والB والC، شو بعمل؟ تلقائيا لأنه السؤال قال لي سولف حل لي هاي، بقوم دغري بروح بجيب الدلتا أو اللي اسمها discriminant. خلينا نجيب الدلتا. الدلتا طب شو بتساوي الدلتا؟ في قاعدة قلنا هون بدي أحفظها. الدلتا ليكوني أحن هحط الرول قدامي. الدلتا هي B سكوير minus 4AC. طيب equal البي وين احل بي؟ يعني ماينس 4 كلها سكوير
ماينس 4. الاي قد ايه؟ احيل اي 1، والسي قد ايه؟ 3. خلينا نحسبها، هاي بتطلع 16 ماينس 4 تايمز 1 تايمز 3، اكيد لانه البارنثيسز بيعني تايمز، بيطلع 12، بيطلع قد ايه؟ 4. طلعت الدلتا 4. طيب الرقم اللي طلع عندي هو يا بوزيتيف يا نيجاتيف يا زيرو. 4 هو شو؟ يعني بلس 4 يعني بوزيتيف، معناتها طلعت عندي الدلتا بوزيتيف. طب شو يعني الدلتا بوزيتيف؟ شو يعني؟ يعني 2 ديستينكت روتس، حاط 2 ديستينكت روتس بس هالقد. طيب ماشي، فهمنا 2 ديستينكت روتس، شو هن؟ جيب لي اياهم، قد ايه قيمتهم؟ احن هذا اول روت، هذا تاني روت، بحط الرول قدامي وبطبق هالقد. فاذا رح اكتب x1 اللي هو اول روت حيساوي ماينس بي ماينس راديكال دلتا على 2a. هالقد x2 equal ماينس بي بلس راديكال دلتا على 2a equal عملية تعويض بس. ماينس بي، البي قد ايه احي؟ البي ماينس 4، طب وهون في ماينس بتصير بلس، فاذا بلس 4. ماينس راديكال دلتا، وين هي الدلتا؟ احي الدلتا. طب انا حسبت الدلتا طلعت قد ايه؟ طلعت 4، معناتها بحط محل الدلتا 4 على 2a. لما اقول 2a معناتها 2 تايمز a. قديش الا؟ ليكو وين هي الا؟ احي 1، والباقي كالكوليشن. هاي بتطلع 4 minus 2 over 2، بتطلع 2 over 2 يعني 1. معناتها أول روت، أول حل لهيدي الإكويشن هو إنه الـ x equal 1. طب تاني روت شو هو؟ minus b يعني minus، والـ b هي minus 4 فبصير plus 4 plus radical delta على 2a. حتطلع 4 بلس 2 على 2 تطلع 6 على 2 يعني 3. هلا بكل بساطة، هلا أنا شو عملت؟ أنا حليت هلا الإكويشن. ما شو يعني لما أقول لك سولف؟ أعطيني شو هن الروتس؟ هودي الروتس أحن. هلا قد بنكون حلينا إكويشن، عملنا أنا وياكم إكزامبل لما كانت الدلتا بوزيتيف. طيب خلينا أنا وياكم ناخذ إكزامبل تاني تكون الدلتا كمان بوزيتيف. مثلا لنعتبر أعطيك هيدي الإكويشن مثل هاي، وقايل لك بالسؤال بدك تعمل لي عملية صرف ماينس 2x سكوير ماينس 5x ماينس 2. اوكي خلينا نشوف هيدي ايكوال 0. بدنا نحلها، شو بعمل؟ a قد ايه؟ الـ a مين؟ المضروب بx سكوير. الـ a بتساوي هون ماينس 2، الـ b بتساوي ماينس 5، الـ c بتساوي ماينس 2. خلينا نجيب الدلتا. الدلتا حتساوي b سكوير ماينس 4ac، صار لازم يكون حفظنا القاعدة، equal ال b من a أحي ماينس 5 كلها سكوير ماينس 4. ال a هي ماينس 2 وال c هي ماينس 2 كمان. نحسبها تطلع 25 ماينس تايمز ماينس تايمز ماينس، عندي ثلاث اشارات ماينس بضربهم بيطلع ماينس 4 تايمز 2 تايمز 2 بيطلع 16. فاذا 25 ماينس 16 اللي هي 9. طب 9 شو يعني؟ يعني بلس 9، يعني الدلتا طلعت اكبر من 0 بوزيتيف. طلعت الدلتا عندي بوزيتيف، شو يعني؟ يعني وي هاف two distinct roots. شو هن الروتس؟ عندي x1 و x2. طب ما بدي جيبهم، شو هن؟ x1 بتساوي، هارجع اذكركم بالقاعدة، minus b minus radical delta over 2a، وال x2 بيساوي minus b plus radical delta over 2a. نحسب ماينس بي، البي قد ايه احي؟ ماينس 5 ماينس، وهي فيها ماينس فبتصير بلس 5.
ماينس راديكال دلتا. طب قد ايه الدلتا طلعت؟ هاد الدلتا لما حسبتها طلعت 9، معناتها بحط هوني 9 على 2a. قديش ال a؟ لكوني ال a ماينس 2، فإذا بتطلع 5 ماينس راديكال 9 اللي هي 3 على ماينس 4 بتطلع 2 على ماينس 4 يعني ماينس 0.5. فالآن هذا أول روت جبناه. طب تاني روت ماينس b يعني نفس الشيء، بتطلع هون هيك 5 بلس 5 بلس راديكال دلتا هون يعني بلس راديكال 9 على 2a تطلع 5 بلس 3 على ماينس 4 تطلع 8 على ماينس 4 يعني ماينس 2. خلصنا من هالقد. هاي هي كل شغلة الدلتا. الدلتا هي بس وسيلة لتخليني أعرف إذا هالإكويشن ما بتنحل أبدا أو بتنحل وعندها روت واحد بس مدوبل أو بتنحل وعندها اثنين روتس مختلفين. طيب خلينا ناخذ أني وياكم هلأ بعد حالتين تكون الدلتا مثلا إيكوال زيرو. مثلا ناخذ مثل هيدي الحالة فور إكزامبل، أكيد السؤال هو سولف، أعطيني 9x سكوير ماينس 6x بلس 1 إيكوال زيرو، والسؤال هو سولف مثل ما قلت. طيب شو بنعمل؟ بياخد الـ a، قد ايه الـ a؟ 9، الـ b هي المضروب بالـ x ماينس 6، الـ c هي 1. خلينا نجيب الدلتا، اتكلنا على الله، الدلتا هي b سكوير ماينس 4ac. عم ضل عيد الرول لهي لحتى نحفظها. b سكوير مين هي البي؟ احي معناتها ماينس 6 كلها سكوير ماينس 4ac. ال a هي 9 وال c هي 1 تطلع 36 ماينس 36 يعني 0. طلعت معنا الدلتا 0. لنرجع انا وياكم لفوق للرول العامة، لما تطلع الدلتا زيرو شو يعني؟ لكو هنا دلتا زيرو شو يعني؟ 1 دبل روت x1 equal x2 equal minus b على 2a. فإذا أنا حأكتب هلأ عندي هون 1 دبل روت اللي هو x1 equal x2 equal ماينس بي على 2a. هالقد بكتب وبالباقي بعوض بس ماينس بي. طب البي هي ماينس 6 بس ما اني بدي ماينس بي فبصير بلس 6 على 2a يعني على 2. وين هي الا؟ احي الا هي 9 فبتصير 6 على 18 يعني بتطلع 1 over 3. خلصت هالقد. بس انت تكتب هيك بالامتحان اخذت العلامه كامله. ناخذ اذا بدكم اكزامبل تاني، مثلا عندي اكس سكوير او 2 اكس سكوير خليها ماينس 4 اكس بلس 2 ايكوال 0. خلينا نحلها لهي. طيب شو بعمل؟ يلا صار لازم يكون حفظناها. الاي هي هيدي هون 2 مش 12. الـ A هي 2، الـ B هي ماينس 4، الـ C هي 2. نجيب الدلتا، دلتا هي B سكوير ماينس 4 AC. مش ضروري بالامتحان تضل تكتب لي دلتا إيكوال B سكوير ماينس 4 AC، لا اكتب لي إياها مرة بس أنا عم عيدها بس لحتى نحفظها. إيكوال بي سكوير قديش البي؟ ماينس 4 بس عليها سكوير ماينس 4 اي سي. الاي هي 2 والسي هي 2 بتطلع 16 ماينس 16 كمان 0. طيب شو يعني 0؟ يعني 1 دبل روت اللي هو شو هو الروت؟ بكتب اكس 1 equal x2 equal minus b على 2a وباقي الشغل هو تعويض بس. طيب minus b يعني minus minus 4 يعني 4
ماينس أو على 2a يعني على 2 تايمز 2 واحد ما الاي 2 بتطلع 4 على 4 يعني 1. خلصنا هاي هيك. بعد في حالة واحدة خلينا ندرسها أنا وياكم، هي لما تطلع الدلتا نيجاتيف يعني هي الإكويشن اللي إذا بدكم منا موجودة بالحياة. في بعض المشاكل مثلا ما إلها حل، هن بالفعل شو يعني بالمات مشكلة ما إلها حل؟ يعني إكويشن هاز نو سوليوشن أو إمبوسيبل. مثلا السؤال أكيد سولف إكس سكوير ماينس 4x بلس 5 إيكوالز. طيب خلينا نحلها يعني وياكم. شو بدنا نعمل؟ الـ a قد مين مضروب بـ x سكوير؟ 1. الـ b هي ماينس 4 والـ c هي 5. بدنا نجيب الدلتا. هي b سكوير ماينس 4ac بيساوي b سكوير يعني ماينس 4 كلها سكوير ماينس 4 تايمز ال a اللي هي 1 ال c اللي هي 5 16 ماينس 20. ده بيطلع بيطلع ماينس 4. شو ماينس 4؟ نيجاتيف. طلعت معنا الدلتا نيجاتيف. لما تطلع الدلتا نيجاتيف ما بتعذب حالك ما بتعمل شيء دغري بتقول لي حدا نو ريل روتس وبتوقف خلص ما بتنحل. يعني انت عطيني اكويشن ما بتنحل خلص، هاي مشكلة ما عندها حل. طيب خلينا ناخذ اكويشن تاني 3x سكوير بلس 5x بلس 10 ايكوال 0. شو بنعمل؟ يلا ال a هي 3 ال b هي 5 c هي 10. طب الدلتا شو بتساوي؟ بتساوي b سكوير ماينس 4ac تطلع 5 سكوير ماينس 4 تايمز 3 تايمز 10. هلا اذا كفينا حدا مش غلط، بس الافضل تكون كل ايكوال على سطر. الافضل كل ايكوال على سطر تطلع 25 ماينس، خلينا نضربهم 4 تايمز 3 تايمز 10 بيطلع 120 ايكوال ماينس 95. يعني شو؟ نيجاتيف. ما بعذب حالي دغري بقول نو ريل روتس. هلا خلينا ناخذ ريمارك صغير، هي ايكويشن لحطها انا تحت عنوان ريمارك. اذا انا قلت لك سولف مثلا وعطيك هاي الايكويشن اكس سكوير ماينس 9 ايكوال قلت لك حل لي، هل فيني اعتبرها هيدي ايكويشن اوف سكند ديجري واشتغلها على الدلتا؟ نعم فيني اعتبر. لا، لانه بكل بساطه هون ال a equal 1 هي المضروب بال x سكوير، ال b equal، طب ال b هو المضروب بال x، طب هون ما في x يعني ال b هي 0، وال c هي الرقم العجانب اللي هو ماينس 9 وبتعامل معها عادي. خلينا نجيب الدلتا انا وياكم. الدلتا هحسبها بسرعه، b سكوير يعني 0 سكوير يعني 0 ماينس 4ac يعني 4 تايمز 1 تايمز ماينس 9 هتطلع 0 بلس 36 يعني 36 اللي هي بوزيتيف. طيب طلعت الدلتا بوزيتيف، شو يعني؟ يعني عندي هون انا 2 distinct roots اللي هن x1 بيساوي minus b minus radical دلتا على 2a. خليني احسبها بسرعة، حتطلع minus 0 minus radical 36 على 2 times 1 بتطلع ماينس 6 على 2 بتطلع ماينس 3. الروت الثاني نفسها بس بدال هاي بحط بلس، بصير ماينس بي بلس راديكال دلتا على 2a هتطلع ماينس 0 بلس راديكال 36 هتطلع 6 على 2 اللي هي 3. يعني عندي 2 روتس، واحد منه ماينس 3 والتاني 6. طيب
هل هيدي الإكويشن اللي هي x سكوير ماينس 9 بتنحل بطريقة تانية؟ x سكوير ماينس 9 إكوز، هل فيني حلها بطريقة تانية؟ أكيد، لما يكون في عندي حالة بارتيكولر، يعني هي لما تكون الـ A 0 أو الـ B 0 أو الـ C 0، بكون في حالات تانية غير الدلتا. الدلتا هي انوجدت، يعني هنا لما حلينا بكل شيء قلته فا، كان الـ A والـ B والـ C منهم 0، فأني مضطر حل على الدلتا. بس إذا وحدة منهم كانت صفر، في حالات كتيرة غير الدلتا. مثلا هاي فيني حل على طريقتين، اللي هي شو؟ ليك شو بعمل؟ ببعت هاي لهون، بتصير x سكوير equal 9. طب إذا x سكوير equal 9، أنا بدي ال x من دون الباور 2 هاي، أم شو بعمل؟ بقول x equal radical 9. بس لأنه ال 2 هي even، فبكون عندي حل تاني اللي هو or x equal minus radical 9، فبتطلع 3 minus 3. دغري حليتها بسهولة. طب ما ليكو هون أخدت معي سطران، ليكو على الدلتا قد ايه أخدت معي؟ فيني حلها أنا عزاوي؟ أكيد فيك تحلها عزاوك، بس ما أني أوقات بضطر حلها على الدلتا أيتين لما ما تكون الـ A0 أو الـ B0 أو الـ C0. طيب فيني حلها بطريقة تانية أنا كمان، third method x square minus 9 equal 0. ما هيدي remarkable identity، اخدينا بصف الثامن، هيدي بتطلع x minus 3 x plus 3، يعني كأني عم بعملها factorize. فهلا شو بقول؟ x minus 3 equal 0 or x plus 3 equal 0، تطلع x equal 3 وهون x equal minus 3. خلصت هلا. فإذا الفكرة أنه لما تكون الـ A أو الـ B أو الـ C 0، في طرق تانية غير الدلتا، بس إذا منن 0 أنا مجبر حلن على الدلتا. خلينا ناخذ أنا وياكم بعد equation particular. أكيد بعنا السؤال هو solve، أنا عم حل هلا مثل هاي مثلا 3x square plus 5x equal 0. هل هيدي بتنحل على الدلتا؟ أكيد لا، لأنه الـ A هون هي 3، الـ B هي 5، الـ C هون هي 0. ما في C، ما في رقم على جانب منه مضروب بالأكس. طب لنجيب الدلتا، B square minus 4AC، حتطلع لا أحسبها بسرعة، 5 square 25 minus 4 times الـ A اللي هي 3 والـ C اللي هي 0، يعني هو كلهم سفروا، حتطلع 25 minus 0 يعني 25 positive، يعني كم root؟ في 2 roots. في عندي هون أني 2 distinct roots لأنها طلعت الدلتا positive، اللي هن x1 x2 x1 minus b minus radical delta على 2a، وهيديك minus b plus radical delta على 2 equal minus b. طب ال b 5 يعني minus 5 minus radical delta، الدلتا طلعت 25 على 2a يعني على 2 times 3، وهون بتطلع minus 5 plus radical 25 على 2 times 3، والباقي calculation خلينا نحسب أنا وياكم شو هن الروتس. لها تطلع minus 5 minus 5 على 6، يعني minus 10 على 6، يعني أكيد بده يكون الجواب irreducible، minus 5 over 3. طب هون minus 5 plus 5 على 6، 0 على 6 يعني قد يعني 0، يعني أول root طلع هيد والتاني طلع هيد. طيب ما هون ال C 0، يعني فيني حلها على طريقة تانية مثل ما قلنا، لأنه واحد من الفاريبل 0. خليني أعيدها، 3x سكوير بلس 5x. طب هاي كيف بحلها؟ بكل بساطة هون بحلها باي common factor، يعني كمان كأني عم بعملها factorize باي common factor. شو الشيء المشترك بين هاد وهاد؟ هو الx، عم باخد الx common factor. 3x سكوير divided by x بضل 3x، هاي البلس بتنزل، 5x على x بضل 5 وهون equal 0. طب هلا شو عندي صار؟ صار عندي 2 terms مضروبين ببعض equal 0، فبقول x equal 0
or 3x plus 5 equals 0. هاي خالصة. هم تطلع معي 3x equal minus 5, x equal minus 5 over 3. هاي الروت وهاي الروت احنا نفس الروس اللي طلعوا معي. انا شو بنقي بالامتحان؟ الطريقة اللي بتلاقيها اسهل عليك. الدلتا بتزبط عطول عطول. وامرار انا مجبر بالدلتا لما تكون الـ A والـ B والـ C منهم زيرو. طيب هناخد بعد انا وياكم equation وحدة شكلها 3x plus 9 equals. هل هاي فيني حلها على الدلتا؟ اكيد تنحل على الدلتا، بس حوصل لمحل غلط لانه انا بقسم على الاي والاي هون زيرو. هون ما في اكس سكوير. شو يعني ما في اكس سكوير؟ يعني المضروب بالاكس سكوير هو زيرو، فعشان هيك حطينا فوق بالاساس انه الاي ممنوع تكون صفر. البي هون هي 3 والسي هون هي 9. ما فيني حلها على الدلتا، يعني أنا إذا بدي حلها على الدلتا بشكل عام، حوصل إني أنا عم بقسم على زيرو، بس زيرو ممنوع يكون بالدنومينيتر، طب هي كيف حلها؟ ما هي صارت إيكويشن أوف فيرست ديجري، شغلتها هيني. ببعت الـ 9 لهون، 3x equal minus 9، x equal minus 9 على 3 اللي هي minus 3 وخلصت. هاي صارت إيكويشن أوف فيرست ديجري، يعني عندها ديجري واحد، وهيك بنكون خلصنا هيدي الفكرة.